شوفي اللي قال لك شغلي، انت احسنت باختيار الاغنيه. احسنت باختيار اغنيه لنرجع نشوف كمان مساحات صوتك بلون لا ينتمي الى الالوان اللي بتغنيها. هي من كمان بدي اوجه تحيه للفنانه الكبيره نجوى كرم، اكيد بتكون عم تشوفك واكيد اكيد حتتصل فيك وتهنيكي، انا بعرفها لانه نجوى ما بيعجبها العجب وحيعجبها شو غنيت اليوم. فبقول لك ما بعرف انا اقول الا انه الا قول يعني بقول يعني تحيه كبيره للعملاقه نجوى كرم. بقول بقول لا بقول ان هي ما يعجبها العجب في الغنى. طبعا يعني مش سهل انه حدا يعجبها هو عم بغني، لانه هي اثبت نفسها، وهي من الاغاني يلي انطلقت فيها نجوى وعملت مساحه كبيره من الشعبيه. فانت احسنتي وكنتي روعه كالعاده. ميرسي. انا عن نفسي انت عجبتيني كثير اللي غنيتي الان، وغنيتي بطريقه يعني احساسك كان كثير عالي، يعني حسيت ان مود الاغنيه صار كثير عالي فوق. احسنتي. انا نفسي يعني من باب التغيير يعني تغني لنا مره وحش تغيير، يعني عشان انا زهقت من كتر ما بقول لك احسنتي، وزهقت من كتر ما انت بتغني كويس. ف انا فعلا ما عنديش كلام ممكن اضيفه، يعني اعتقد الناس كلها شايفه انت احسنتي قد ايه. احسنتي. شكرا لكم. كارمن، من بعد ما سمعت اراء رشه الحكم ارتحتي؟ صار فينا نحكي اليوم. الحمد لله زي الفل. كارمن، انت عمرك 17 سنه، واذا خيروك بين انه تكملي مشوار النجوميه او تدخلي على الجامعه، وشو بتنقي شو بتختاري؟ لا ما انا هدخل الجامعه وهكمل مشواري برضه.
برافو عليك يا كارمن.